اهلا بيكم سنة اولى ثانوي. النهاردة هنحل مع بعض اسئلة محافظة بورسعيد ادارة شرق التعليمية. السؤال الاول، اختر الاجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. 1، من العواصم التي ارتبطت بذكريات اليمة مع المصريين: مدينة منف، اسيتا تاوي، طيبة، اواريس. طب مدينة منف، المدينة دي اللي اسسها الملك مينا لما عمل الوحدة التانية للبلاد. اسيتا تاوي دي مدينة مشهورة اتخذها ابن محات الاول عاصمة لقربها من الدلتا وقربها من الارض الزراعية. طيبة خرج منها الملك مينا عشان يعمل الوحدة التانية، وفي نفس الوقت اسرة طيبة في عهد الملك احمص لعبت دور كبير في طرد الهكسوس من مصر. يعني كده التلات مدن دولت بيرتبطوا بذكريات كويسة عند المصريين القدماء. طيب اواريس او اوارس، اواريس مرتبطة باحتلال الهكسوس لمصر اتخذوها عاصمة، فهي بالتالي ترتبط بذكريات اليمة. 2، الصورة المقابلة تعبر عن هدف من اهداف دراسة التاريخ يتمثل فيه استخلاص العبر، ابراز القدوة الصالحة، الشعور بالمسؤولية، الابتعاد عن التعصب. الصورة المقابلة بتبين ان بعض المواطنين بيشتركوا في العملية الانتخابية، بيختاروا حد صالح يتولى الحكم في الدائرة بتاعتهم او في الدولة بتاعتهم، فبالتالي ده دليل على الشعور بالمسؤولية. 3، شهدت مصر القديمة اهتماما كبيرا بالحفاظ على مائية نهر النيل في عهد النمحات الاول، النمحات الثالث، سنوسرت الثالث، منتحتب الثاني. طبعا مصر شهدت اهتماما كبيرا بالحفاظ على مائية نهر النيل في عهد ابن محات الثالث. ليه اخترناه؟ ان محات الثالث اهتم بانشاء سد اللاهون، ترتب عليه حماية الارض من الفيضان، تخزين مياه الفيضان، واستصلاح مياه الارض، واستصلاح الاراضي الزراعية بحوالي 27,000 فدان في منطقة الفيوم. يبقى كده عندنا هي الاجابة ابن محات الثالث. 4، لمعرفة بعض المعلومات عن ملابس وأسلحة الجيش في الأسرة الأولى يمكن الاستعانة، الأسرة الأولى يعني أسرة الملك مينا، يمكن الاستعانة بصلاية نعرمر، كتابات هوميروس، النقود والمسكوكات، بردية إبرس. طبعا عندنا هنستبعد بردية إبرس لأن بردية إبرس دي كانت في مجال الطب، مستبعدة. النقود والمسكوكات برضو هنستبعدها لأن الحضارة المصرية القديمة لم تكن تعرف النقود والمسكوكات. يبقى كده فاضل إيه؟ صلاية نعرمر وكتابات هيموروس. الله، ما كتابات هيموروس عندنا، كتابات هيموروس دي عندنا مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالإلياذة والأوديسة اللي هي بلاد اليونان، يبقى مستبعدة. يبقى صلاية نعرمر اللي بتصور الملك مينا وهو وسط جنوده ويضرب الأعداء في عهد الأسرة الأولى، يبقى الإجابة صلاية نعرمر. 5، ارتبطت بعض المعبودات المصرية بتقليص نفوذ مصر الخارجي، ومنها الإله رع، الإله آمون، الإله آتون، الإله إيزيس. طبعا ارتبط نفوذ مصر او تقليص نفوذ مصر الخارجي بثورة اخناتون الدينية، واخناتون او النحطب الرابع قلنا اخناتون عبد اتون اللي هو رمز له بقرص الشمس، فبالتالي عندنا الاله اتون. السؤال اللي بعده، استغل المصري القديم الظروف المناخية في الانتقال بالسفن داخل بلاده من الشمال الى الجنوب، من الجنوب الى الشمال، الشرق الى الغرب، الغرب الى الشرق. احنا عندنا الاجابة هنا هتبقى حاجة من الاتنين، يتبقى من الشمال الى الجنوب او من الجنوب الى الشمال، لان نهر النيل جاي من تحت لفوق. حلو، نهر النيل لما جاي من تحت لفوق السفن كان بتعتمد على عامل انحدار، النهر الدين عامل اكنك نازل من على الكوبري، كان في انحدار بسيط فبيخلي المية تجري من الجنوب للشمال. اما هنا من الشمال للجنوب، المصري القديم اعتمد على الرياح الشمالية، والرياح هي احد عناصر المناخ، يبقى الاجابة هتكون الرياح. الشمال للجنوب سوري، يعني ايه؟ يعتمد على الرياح، والرياح احد عناصر المناخ، فهو بيعتمد وهو نازل من الشمال للجنوب على اتجاه الرياح، يفرد الشراع بتاع المركب، الرياح تخش المركب تنزل من الشمال الى الجنوب. 7، كانت مهاراتهم العسكرية في استخدام الاقواس والسهام سببا في اعتماد المصريين في الجيش على عناصر من الشام، بلاد بونت، النوبة، الحيثيين. طبعا استخدام الاقواس والسهام، يبقى عندنا النوبة كانت بتسمى تيستي، تمام، واهلها يسموا تيستيو، يعني اهل الاقواس او اهل السهام، واستعان بهم سنوسرت عندنا الاول في الجيش المصري بالتحديد في امارة طيبة بسبب مهاراتهم العسكرية. احرص، احرص على عمل الخير لتنال المكافأة في الاخر، في الاخرة، يعني دلوقتي ايه؟ اعمل خير لبكرة. بمعنى اصح تتماشى هذه المقولة مع أحد خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة، وهي تعدد الآلهة، الإيمان بالحساب بعد الموت، الإيمان بالبعث والخلود، السماوي للتوحيد. طبعا العبارة دي
بتتماشى مع الإيمان بالحساب بعد الموت. ليه؟ عشان دلوقتي كلنا دلوقتي عارفين اللي فيه آخرة المفروض، فبنعمل إيه؟ بعضنا بيحاول ما يكونش شرير، بعضنا بيحاول يعمل أعمال خير. طب لو نفترض بقى جدلا إن مصر كلها دلوقتي أو العالم كله ما كانش بيؤمن لا قدر الله، لا قدر الله مثلا بعدم وجود آخرة، هتلاقي كل الناس شريرة، كل واحد عايز يعمل اللي عايز يعمله هيعمله. فاللي حاكمنا شوية اللي احنا عندنا ايمان شوية على مختلف الديانات، ايمان بالايه؟ بالاخرة، فبالتالي الايمان بالحساب بعد الموت. اهتمت الدولة المصرية القديمة بشكل رسمي بتنمية قدرات المصريين العقلية والفكرية منذ الاسرة الثانية، الرابعة، السادسة، الثامنة. طبعا الاجابة هنا يا شباب هتكون الاسرة السادسة. ليه اخترتها؟ علشان المدارس في مصر القديمة ظهرت في عهد الأسرة السادسة، وكانت بعضها مدارس متخصصة، مدارس في الجغرافيا، في الطب، في التاريخ، إلى آخره. السؤال اللي بعده 10، ظهر الدور السياسي للمرأة جليا يعني بارزا جدا، زمن عصر الدولة القديمة، عصر الانتقال الأول، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة. طبعا الإجابة هتكون عصر الدولة الحديثة. ليه اخترتها؟ عشان الدور السياسي في عصر الدولة الحديثة وصلت المرأة إلى سدنة الحكم، يعني إلى مكان الحكم، وهي المرأة حتشبسوت اللي تولت حكم مصر في عصر الدولة الحديثة. من آراء ويل ديورانت أن الحضارة تبدأ مع انتهاء الاضطراب والقلق وتحقيق الاستقرار والأمن. يمكن تطبيق الرأي السابق على مصر قديما في عصر الانتقال الأول، عصر الأسرات من 18 إلى 20، عصر الأسرات من 13 إلى 17، العصر المتأخر. طب تعالى كده بالراحة، عندنا بيقول لك ويل ديورانت أن الحضارة تبدأ مع انتهاء الاضطراب والقلق وتحقيق الاستقرار، يعني عايز يقول لك أنهي عصر من العصور الأربعة دول كان فيه استقرار وكان فيه حضارة. عصر الانتقال الأول قلنا أي انتقال يبقى ضعف، طيب حلو قوي. عصر الأسرات من 13 ل 17 ده هنا قصده الانتقال الثاني، بس هو ضحك عليك بالتلاعب بالألفاظ، يبقى ألف وجيم مستبعدة. ناقص لنا العصر المتأخر وعصر الأسرات ده. العصر المتأخر كان من 21 إلى 30 ومعظم مصر فيه كانت ضعيفة باستثناء الفترة بتاعت عصر النهضة اللي هي الأسرة 26، فبالتالي يمكن القول إن العصر المتأخر كله كان ضعف. طيب بعد كده عندنا عصر مين؟ عصر الأسرات من 18 ل 20، هنا من 18 ل 20 يقصد به عصر الدولة الحديثة، فبالتالي الإجابة يا شباب عصر الأسرات من 18 إلى 20. 12، من الصناعات التي اعتمدت بشكل أساسي على المواد الخام المستوردة من الخارج في مصر القديمة، الفخارية، المعدنية، الجلدية، الخشبية. طيب المصريين القدماء كان عندهم الفخار بيصنعوه من طمي النيل، وما اكثر الطمي عندنا. المعدنية كان عندنا معادن كتير خاصة الذهب. طيب بعد كده عندنا الجلدية، كان عندنا جلود حيوانات بنستخدمها في الصناعة، يبقى الخشبية. ليه الخشبية؟ عشان مصر كانت بتستورد الاخشاب من الخارج خاصة الابانوس والعاج يا شباب، وخشب الارز في عهد الملك سينفرو. طيب يبقى الصناعات مين؟ الخشبية. من أوجه الشبه بين التربية في الأسر الفقيرة والتربية في الطبقة العليا في مصر القديمة، تعليم بناتهن في المنزل، إرسال أبنائهم لمدارس الدولة، استئجار مرضعات، تعلم الصغار حرفة أبائهم. أوجه الشبه ما بين الاتنين اللي الاتنين بيعلموا بناتهن في المنزل. طبعا بس كده ده أوجه الشبه. أما استئجار مرضعات ده خاص بالطبقة مين؟ عندنا الطبقة اللي هي كانت عندنا في الطبقة العليا، تمام؟ طيب وإرسال أبنائهم لمدارس الدولة ده اللي هي الطبقة الغنية، استئجار مرضعات الطبقة الغنية، تعلم الصغار حرفة أبائهم دي موجودة في الطبقة الفقيرة أو الأسرة الفقيرة. يبقى كده الرابط يا شباب اللي موجود بينهم هما الاتنين تعلم بناتهن في المنزل. السؤال اللي بعده 14، عثر على أحد عقود بيع الأراضي الزراعية من العصر المتأخر. من المتوقع أن يكون قد سجل بالكتابة الهيروغليفية، الهيراتيكية، الديموتيكية، القبطية. هنا قال لك العصر المتأخر، فنختار الكتابة اللي كانت منتشرة في العصر المتأخر، وهي الكتابة عندنا العامية اللي هي خط العمي اللي هي خط الشعبي، الديموتيكية. السؤال الثاني أسئلة مقالية دلل على صحة ما يلي: تعلم المصريين من نهر النيل الكثير من القيم. طبعا الدليل على ذلك المصريين تعلموا من نهر النيل الوحدة والتضامن، التكامل والتكافل، التواصل فيما بينهم وبين الآخرين. ما العلاقة بين العمارة وعقيدة المصريين القدماء يعني البعث بعد الموت؟ طبعا العلاقة ما بينهم يا شباب أثرت عقيدة البعث والخلود على العمارة في مصر القديمة،
حيث شيدوا المساكن من الطوب اللبن باعتبارها مساكن مؤقتة، بينما شيدوا المقابر بالحجر باعتبارها بيوتا للموتى حتى البعث. وبكده أهلا بيكم سنة أولى ثانوي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة محافظة البحيرة إدارة مركز كفر الدوار التعليمية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. طبق مبدأ الضربة الاستباقية للدفاع عن البلاد: الملك سنفرو، الملك إخناتون، الملك تحتمس الثالث، النمحات الثالث. طبعا عندنا هو كتر خيره هنا جايب ناس ملهاش علاقة بالحروب، هنا بيقول لك الضربة الاستباقية للدفاع عن البلاد. سنفرو كان دوره في المنهج عندنا اللي هو أرسل بعثة إلى بلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. إخناتون عندنا دوره في المنهج قام بثورة دينية. النمحات الثالث عمل سد اسمه سد اللاهون. فتحتمس الثالث هو الراجل العسكري، وكمان تحتمس الثالث شباب هو أول من اخترع حرب المفاجأة والاستباقية. اتنين، استحق المدح لمحاولة تحقيق الأمن الغذائي المصري هو رمسيس الثاني، إخناتون، تحتمس الثالث، النمحات الثالث. هنا بنتكلم عن تحقيق الأمن الغذائي، فلازم عينينا تقع على الراجل اللي اهتم بالزراعة. رمسيس الثاني أهدافه كلها كانت أهداف عسكرية ومعمارية، إخناتون ثورة دينية، تحتمس الثالث عسكرية، يبقى الراجل اللي اهتم هنا بالنواحي الغذائية والزراعية هو ابن نمحات الثالث. اخترته ليه؟ عشان هو عمل سد اللاهون في الفيوم، أدى ذلك إلى استصلاح حوالي ما يقرب 27 ألف فدان تمام في المنطقة دي، وحماية الأراضي من الفيضان وتخزين مياه الفيضان. ثلاثة، أي من الصور الآتية تعبر عن بداية الحضارة؟ خد بالك يقولك البداية: الكتابة، أهرامات، الزراعة، التحنيط. لو قالك بداية التاريخ ممكن نقول الكتابة، لكن بداية الحضارة احنا عندنا هنا أهرامات وزراعة وتحنيط. طبعا العامل الأساسي لقيام الحضارة هو الاستقرار، والنشاط الرئيسي اللي أدى إلى الاستقرار هو نشاط الزراعة. السؤال اللي بعده، أصبح الوصول إلى بلاد بونت أكثر سهولة منذ عصر بداية الأسرات، عصر الدولة القديمة، عصر الانتقال الأول، عصر الدولة الوسطى. الإجابة هتكون عصر الدولة الوسطى. ليه اخترتها؟ عشان في عصر الدولة الوسطى يا شباب كان في ملك اسمه سنو سرت الثالث، حفر قناة لربط بين نهر النيل وعندنا البحر الأحمر تمام، فبالتالي أدى إلى سهولة الوصول إلى بلاد بونت، لأن بلاد بونت تقع في أسفل البحر الأحمر من تحت اللي هي الصومال حاليا. خمسة، استوعبت ملوك الدولة الوسطى الدرس الذي لقنه المصريين لملوك الدولة القديمة، ويدل على ذلك قيام ملوك الدولة الوسطى بتطبيق سياسة القمع مع المصريين، فرض الضرائب على المصريين، محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية، الاهتمام بالنواحي الدينية. طب بالراحة، هنا بيقول لك استوعبت ملوك الدولة الوسطى الدرس الذي لقنه المصريين لملوك الدولة القديمة. طيب ملوك الدولة القديمة كان آخر ملك حصل في عهده ثورة اجتماعية، ليه؟ علشان عدم الاهتمام بأمور الرعية. طيب يبقى هنا ملوك الدولة الوسطى أول ما مسكوا استوعبوا الدرس، فاهتموا بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع قيمة الفرد. ستة، يرجع الفضل في معرفة اللبنة الأولى من التاريخ المصري إلى النقوش البارزة، النقوش الغائرة، ولا الحفريات، ولا الأستراقة. هنا بيقول لك التاريخ المصري يعني عصور اللي احنا عارف فيها الإنسان الكتابة، فاحنا عندنا أولا الأستراقة مستبعدة. حلو، النقوش البارزة هنا بنتكلم عن نقوش الملك مينا، الملك مينا بيتكلم عن أسرة واحدة هي الأسرة الأولى. طب النقوش الغائرة زي حجر بادرمو بيتكلم عن عصور ما قبل الأسرات حتى ثالث ملوك الأسرة الايه الخمسة. الحفريات موجودة تحت الأرض إلى حد ما، ممكن ايه ما يعرفش منها التاريخ قوي. أكتر حاجة ممكن تساعدنا في معرفة اللبنة الأولى من التاريخ المصري القديم الحاجات المكتوبة هي النقوش الغائرة. سبعة، استمد المسلمون الكثير من مبادئ الفلسفة والعلوم من الإغريق. العبارة تؤكد على استخلاص العبر والعظات، الشعور بالمسؤولية، الاقتداء بالقدوة الصالحة، البعد عن التعصب. طيب لما المسلمين استفادوا من مبادئ الناس الإغريق اليونان من مبادئ الآخرين، فأنا كده لما استفاد من الآخرين فده اسمه البعد عن التعصب. ممكن الآخر ده يكون مختلف معايا في اللون، في الديانة تمام، في المدينة اللي جي منها، يبقى احنا كده عندنا ده اسمه البعد عن التعصب. حاول المسلمون فتح القسطنطينية أكثر من مرة في العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة، التاريخ المعاصر. خدها قاعدة، أي حاجة تخص بالفتح الإسلامي هتبقى موجودة بنسبة كبيرة في العصور الوسطى. السؤال اللي بعده، تسعة، يعتبر مصدر لدراسة الحضارة المصرية في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية.
ينطبق المضمون العبارة السابقة على الآثار البرديات الأشتراقة المسكوكات. المسكوكات مستبعدة لأنها الحضارة المصرية القديمة لم تعرف المسكوكات. الأشتراقة برضو مستبعدة عند دراسة الحضارة المصرية في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، عشان هنا الأشتراقة بتعتمد في المادة الأولى على الكتابة، وأنا هنا بقول ما قبل التاريخ يعني ما قبل معرفة الكتابة، فالأشتراقة مستبعدة. البرديات برضو وجودها مرتبط بمعرفة الكتابة، فهي برضو مستبعدة. الحاجة الوحيدة اللي تنطبق عليها دراسة العصور ما قبل معرفة الكتابة وبعد معرفة الكتابة هي الآثار، وهي المصدر الرئيسي والأساسي لدراسة الحضارات. 10. بالنظر إلى الخريطة المقابلة توجد علاقة بين كثرة أعياد النصر عند المصري القديم. أعياد النصر هي أعياد خاصة باحتفالات الجيش ورجوعه منتصرا خلال عصر الدولة الحديثة. والمنطقة طبعا عصر الدولة الحديثة كان مشهور في منطقة معينة اللي هو عندنا عمل انتصارات فيها. طيب المنطقة رقم 1 دي بلاد بونت، حلو. المنطقة رقم 2 دي شمال شرق آسيا. المنطقة رقم 3 ليبيا مصر عندنا، اوكي. منطقة رقم 4 شعوب البحر المتوسط. طيب الدولة الحديثة اشهر ملكين فيها تحتمس الثالث انتصر في موقعة مجدو على امير قادش في رقم 2 اللي هي الشمال الشرقي، وعندنا رمسيس انتصر في موقعة قادش على الحيثيين برضه في نفس المنطقة، يبقى الاجابة المنطقة رقم 2. 11. اي مما يلي يخرج عن كونه قاسما مشتركا بين خصائص كل من العصر العتيق وعصر الدولة القديمة. قاسم مشترك يعني عايز يقول لك في ثلاثة متشابهين، العصر العتيق والدولة القديمة متشابهين فيها، وفي حاجة واحدة غير متشابهين فيها. طيب وجود حكومة مركزية قوية، ولا الاهتمام بالنواحي المعمارية، ولا سيادة الأمن والاستقرار، ولا بناء عاصمة جديدة للبلاد. الاثنين العصر العتيق وعصر الدولة القديمة كان عندهم وجود حكومة مركزية كده مستبعدة. الاثنين كان عندهم اهتمام بالنواحي المعمارية، عصر الدولة القديمة ده عصر بنية الأهرامات، العصر العتيق كان فيه الملك مينا والملك مينا بنى مدينة منف وغيرها من الآثار التانية. وبعد كده سيادة الأمن والاستقرار، العصرين تميزوا بسيادة الأمن والاستقرار، يبقى كده الإجابة هتكون عندنا باء بناء عاصمة جديدة للبلاد. 12. يستدل من مضمون الشكل المقابل على كفاءة سياسة إدارة الأزمات، الثبات المحصول لدى المصريين القدماء، تحقيق التنمية الاقتصادية، تحقيق الانتاج الزراعي. هنا الصورة اللي قدامنا بتتكلم عن الصوامع. طيب الصوامع دي عبارة عن مخزن للغلال، فبالتالي تدل على مين؟ على عندنا كفاءة سياسة إدارة الأزمات. لو عندنا أزمة حصلت في المجاعة ولا حصل نقص في الغذاء، فعندنا ستوك، عندنا مخزون من الغذاء. اللي بعده 13. ظهرت اللامركزية في إدارة حكم الأقاليم بشكل واضح خلال عصر بداية الأسرات، الانتقال الأول، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة. اللامركزية يعني حكام الأقاليم شافوا نفسهم. حكام الأقاليم هيشوفوا نفسهم إمتى؟ لما يكون الدولة ضعيفة. طيب الدولة الوسطى كانت قوية، الدولة الحديثة كانت قوية. بداية الأسرات يعني ممكن نقول الأسرة الأولى والثانية كان الملك مينا، كان الملك مينا قوي، والعصر العتيق كان يتميز بالقوة، يبقى الإجابة عندنا عصر الانتقال الأول. السؤال الثاني أسئلة مقالية، ما العلاقة بين بيوت الحياة ومقاومة أحد أهداف الغزو الأجنبي؟ أحد أهداف الغزو الأجنبي يا شباب هو تدمير الهوية المصرية، اللي الناس ما كانش عندهم هوية يتمسكوا بيها سواء في اللغة أو في العادات والتقاليد. فبيوت الحياة لعبت ليها دور في الحفاظ على اللغة المصرية والهوية في نهاية الأسرات الفرعونية التي حدث فيها الغزو الأجنبي. دلل على مصداقية العبارة التالية، رغم صدق نوايا صاحب الصورة المقابلة، ده طبعا عندنا الملك مين؟ ابن حطب الرابع أو إخناتون، إلا أنه فشل في تحقيق فكرته. طبعا عندنا انهارت دعوة إخناتون رغم صدق نواياه بسبب محاولة أنصار الملك إخناتون فرض الدعوة بالقوة وليس بالتدرج والحكمة، وقيام كهنة آمون بثورة ضده قضت بها على مذهب مين؟ إخناتون، وأعادوا العاصمة مرة أخرى إلى طيبة على يد عندنا توت عنخ آمون. وكده انتهينا من أسئلة الامتحان. ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو سمحتم. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل.